صباح الخير عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمناكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وفي احسن الظروف ان شاء الله يا ربي امين. وسمحوا لي غبرت عليكم بزاف، يلا دابا راني رجعت. وكنشكر المتتبعات ديالي العزاز المتتبعين اللي قالك دوكا ليا حره شارك معانا الروتين ديال الدار ديالك، روتين ديال اليوميات ديال النهار ديالك في دارك، حيت انا معمرني ما شاركت معاكم. وان شاء الله يا ربي انا اليوم جيتك بنهار جديد كله نشاط وحيويه، وغنشارك معكم الروتين ديالي. راني فطرت شويه بكري وهانتوما معايا، غادي نوض نوجد الفطور. ما غنشاركوش معاكم الفطر لان صبقت الفيديو هو الاول فتحته، المصوره راه ما كاينش معايا وراني غنصور انا بوحدي. ونتمناكم تقبلوا عليا وعجبكم التصوير ديالي وشجعوا اختكم الدكاري باش تبقى تصور وحدها. ومرحبا بكم وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا بزاف بزاف بزاف. وهانتوما معايا حبابي، يلا غنوض دابا الكوزينه. مرحبا بكم، بقاو مع اختكم الدكاري حتى الاخر. هذا النهار غندوزو غير كله حيويه ونشاط، غنشارك معاكم كلشي، غنشارك معاكم المهم خلها مفاجاه. ياك ما تعرفوا غير الروتين ديال الدكاري في الدار شنو الحياه اليوميه ديالها. هانتوما معايا ومرحبا بكم، بقاو معايا حبابي حتى الاخر، غنحماق عليكم. يلا معايا الكوزينه خواتاتي. انا جيت كيف طلبتوا مني انت الدكاري بقا تشاركي معنا الروتين ديال الدار، روتين ديالك ديال الدار. انا اليوم درت الغداء لبناتي، الحوت هالحوتات هما غسلتهم بهذه الطريقه بالخل والحامض وشويه الملحه، وهذه الشرموله ديالهم ها هي، هذيك اللي غنكبها الفوق، وهذه هي اللي غادي ندهنهم باش يشد ديك العطريه ديالهم زوينه. ايوا هذه غادي نفرشها لهم. ودار درت الخضره اللي راه كنسلقها، ماشي كنسلقها في الماء، كنسلقها بالاقامه وشويه الشرموله من هنا باش تجي بنينه، اللي غنفرش ليهم. وبقاو معايا حبايبي حتى الاخر اللي بغا نشارك معاكم النهار كامل، بقاو معايا. مرحبا بكم. دابا الخضره ها هي كطيب، وريتكم هي كطبخ. ايوا دابا ما علينا غير نرقب الحوت ديالو في العطريه. هاد الطاويره غنديرها خشيه كبيره بزاف، ما عنديش طاوه صغيره. ايوا بقاو معايا حبايبي حتى الاخر، وهانتوما معايا ومرحبا بكم. وكنشكر الناس اللي دخلوا عندي الجداد، الناس اللي كيدعموني، ونشكر جميع المشاركين وجميع المغاربه وجميع خوتي المسلمين والناس ديال الجزائر وكلشي كلشي خوتنا العرب. شكرا لكم بزاف، شكرا على الدعم ديالكم. المهم اللي تشوفوا الفيديو غتقبلوا عليا، اختكم الدكاري اليوم راه كتصور وحدها، المصوره اليوم ما حاضراش. دابا انا غادي نصايبهم بالعطريه، بهاد العطريه هادي زوينه، هاد فيها العطريه ديالها دوك، وفيها كنوره ديال ماشي كنوره كلها، دار غير نص كنوره ديال البقري، والثومه محكوكه، وداك سميتو الحامض مصير، او العطريه ديال الحوت راكم عارفين، القزبر المعدنوش في التحميره، شويه ديال الكمون، البزار، الهريسه، زيت العود. وبقاو معايا حبايبي ما تمشيو فين. دابا الحوتات هما غادي دابا نشرملهم، رقدهم شويه يشربوا العطريه، لان ما طاب لي طابت الخبزه، راه دار في الفران، دار الخبزه كطيب في الفران وطيب هذه نص طيب شويه نص طيب، المهم دخل على شويه الطياب وشرب العطريه ديك الخضره اللي درت. ايوا بقاو معايا حبايبي الحوتات. دابا نفرشت لهم هذيك الخضره اللي قلت لكم طيبتها في العطريه، ما سلقتهاش، طيبتها النص فرشته لتحت والنص درته زوقت به الفوق. دابا غندير في الفران. الخبيزه ديالي ها هي طابت، شفتكم الدكاليه قداش دايره الخبزه. ها هي تبارك الله راه محمره، غير ما كتبانش لكم حيت انا كنصور حدا الشرجم الشعه ديال الكوزين، ما عارفش الشعه ديال الشرجم. غنوقفها هنايا، فرشت هاد الفاطه وقفتها تبرد. ايوا غادي ندير هاد اللاطه ديالها في الفران. درت هاد الفليفه حاره بس واحد الريحه المتتبعين العزاز ديالي عرفتي كتشهي، وحق الله العظيم انتو عارفين الثومه مع زيت العود والحامض والعطريه وداك الشيء، قزبر معدنوس، هاد واحد الدريحه طالعه كتشهي، باقا مازال ما طابش، يلا نطيبها غير ديك الشرموله طيبتها شويه. والخضره كيف وريتكم، ايوا هانتوما معايا حبابي الزينين، كي شفتو الحوت راه درته في الفران. ايوا درت واحد الدوره في الكوزينه، غسلت الماء، كتعرفوا الحوت كيخلي الروينه، درت تيدو جافيل وفركت لهم ميعناتها هما ستفتهم. لاطا اللي طيبت فيها الخبز والمقاري اللي جبت فيهم داك الشرموني اللي وريتكم،
هو دابا ها الحوت هادي وليها ما باقي كيطيب في الفران، غادي نطلع نشر الحوايج في السطح. وها انتم معايا خوتي، حتى شحال الساعه تبارك الله، يلاه 11 ونص. ها انتم شوفوا الساعه، كيقولوا ناس زمان فياق بكري بالذهب مشري. ايوا تنطلع لفوق السطح وعاد نوريكم. راني نشرت النشره الاولى، التسبينه الاولى والثانيه، الماكينه راه وقفت، خاصني نطلع نشر، واخا كان شويه الحراره اليوم. ايوا خويا الصابون ها هو نشرته، حتى الشعال ديال الشمس والحراره، الماكينه باقا ما درتش ليها فين مخبيها، شوف شنو مدرقاها على الشمس. انت راه شلا الصابون واش غايدير لكم ولا لا؟ ونشرت هادشي كله بالزربه، ونهبط نشوف الحوت ديالي اللي عاود نلقاه تحرق ونبقى اليوم بلا غدا. وحبابي ها الحوته ديو ليها هما طابو، سمحوا لي راه كنصور راسي، اما باش لك مازال مع الشاكه الكوزينه، غنمشي نحط فوق الطابله ونوريكم الحوته ديالو كيفاش جاو مشاهدكم. وانت حبابي ها الحوته ديو كيفاش جاو، شو غيبانوا لكم، وقبلوا على التصوير ديالي. اول مره غنشد الكاميرا في يدي، وشجعوا اختكم الذكوريه باش تبقى تصور راسها. غادي ندير لكم الفيديوهات ونشارك معكم الروتينات ديولي، الحياه ديالي اليوميه معايا انا وبناتي. بقاو معايا حبابي حتى الاخر، دابا راه ما بغيتش ندير سميتو نكمل معاكم، لينا بنتي قربت تدخل من المدرسه. ايوا سمحوا لي يا حبابي، نبغى نشارك معاكم حتى الاخر. دابا بنتي الا كبيت الماء غنبدا نسيق، باغا نحك الدار نضربها لها بحط السيقه، ما كان غير الحيويه والنشاط. ما خصكم الدكاليه اليوم، غادي حتى تتغدى البنت وتخرج، غادي عن خوتي دو جافيل غادي تدخل هي تبغي تتغدى، اللهم تتغدى وتمشي للمدرسه تبقى الدار خاويه. من مورا الغدا هي تبقى الدار مجموعه، تبقى الدار نقيه، الكوزينه كيف وريتكم راني جمعتها كلشي، راه شاركت معكم التصبين، شاركت معكم كلشي. دابا غادي نتغدى، بقاو معايا حبابي حتى الاخر، والخراف ديالكم وسمحوا لي بزاف. يا بغيتي نشارك معاكم طلبوا غير الموجوده. غتقول لي راك شقايب المكانه، راني حبابي ملي كنبغي ندير يديا في الماء ولا نسميه الشر غايبان لكم كنحيدها، ملي كنسالي راه المكانه راه مولفاها شي حاجه من الصور ديالي، بلا ما تلوموني عليها وتبقاو تكتبوا وتقول لي انت ما كتشقايش الدكالي انت ديما دايره المكانه في يدك. لا بالعكس احبابي، واخا راه كتشوفوني ندير المكان، واخا ملي كنبغي نغسل الماعون والجافير راه تنحيد الخوات من القاصان، راه شفتوا في اول الفيديو كنحيد المكانه باش ما تخسرش ليا، كنحيد كلشي تا كنسالي الشقه ديالي، عاد كنرد الخويت مات ليدي لصباعي كنرد المكانه. وهانتوما معايا حتى الاخر احبابي الزوينون، شكرا للدعم ديالكم وشكرا على المشاركه ديالكم. واخوتي خواتاتي، بعد ما ساليت الغدا كيف شفتوا، ايوا سمحوا لي شاهدكم، سمحوا لي بزاف، ونتمنىكم تقبلوا لي على هذا الروتين ديالي. انا كيف ما وعدتكم وانتم اللي طلبتوه مني، قلت لي ذكري خاص تبقى تشاركي معنا الروتينات ديالك ديال الدار، الحياه ديالك اليوميه. ان شاء الله مرحبا بكم، بينكم الطلب ديالكم مرحبا. وبهذه المناسبه كنبارك للحبيبه مريم بنت نعيمه البداويه، كنبارك لها الحمل ديالها المره الثانيه، الله يجعله من حقها يا رب، الله يفرح كل وليه سبب. والله الا ملي سمعتها تفرحت بزاف بزاف بزاف، فرحت، الله يكمل عليها بالخير يا ربي ويكون من النصيب ديالها. وكنت منات ان شاء الله اي وحده ان شاء الله الله يفرحها، اي وحده مسكينه الله يحل حزامها والله يفرحها يا ربي، يفرح كل وليه، والله تفرحت حق الله. كنبارك لك مريم وفرحت لك بزاف الحبيبه ديالي العزيزه الغاليه، وتحيه لكم من هذا المنبر، وتحيه كبيره لخديجه واختها في الباديه، حنا مشينا وشركنا معكم الطعام، وعاود ثاني ان شاء الله جي عندنا ونشعد لكم علاش لا. وبقاو معايا حبابي، يلاه اليوم انا مكان غير النشاط والتسياق والنظافه اليوم، يلا اليوم نهار كامل انا معاكم. يا بسم الله، دابا خوتي راه كنصور راسي، راه شجعوني باش نبقى نصور راسي، راني الزربيه راني قعدت لهادشي، حيت كندير ملي كنكون دايره جافيل ارشي بحال هكا، ما كنخاف البنات يقيسوا لي بحال هكا الزربيه، وتعرف الزرابيه تقاسوا بجافيل راه غادي نمشيو. ملي كنسيقوا البنات كنقول دروس راني كروه، ملي كنسيق انا كندير جافيل. تورد الجليج تيشعل، حسني كروه اللي بغايه ما
معطر داكشي كتبقى ديك الريحه ديالو زوينه، ولكن كانت الدار مسخه طبعا ريحه الجار ديال احبابي. هذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، نتمنىكم تقبلوا عليا وتشجعوا اختكم الدوك هاليا، ديما بالا لايك باش نبقى نصور راسي. اول مره ولا هالقاس معمرني ما صورت راسي ولا جربت، عمري باش ديت خوتي حتى الكاميرا في يدي، ولكن البنت ما كانش معايا، كان غير وحده في الدار. نتمنىكم تقبلوا لي على هذا الفيديو، وشكرا لكم وشكرا على المتابعه ديالكم، وما تنساوش ديما تدعمونا بالا لايك. كنحماق عليكم، تحيه كبيره للمتتبعين والمتتبعات ديالي الجداد والقدام داخل الوطن خارج الوطن. السلام عليكم. ايوا احبابي، هذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، نتمنىكم تقبلوا عليا وتشجعوا اختكم الدوك هاليا، ديما بالا لايك باش نبقى نصور راسي. اول مره ولا هالقاس معمرني ما صورت راسي ولا جربت، عمري باش ديت خوتي حتى الكاميرا في يدي، ولكن البنت ما كانش معايا، كان غير وحده في الدار. نتمنىكم تقبلوا لي على هذا الفيديو، وشكرا لكم وشكرا على المتابعه ديالكم، وما تنساوش ديما تدعمونا بالا لايك. كنحماق عليكم، تحيه كبيره للمتتبعين والمتتبعات ديالي الجداد والقدام داخل الوطن خارج الوطن. السلام عليكم.